درسنا كل الحرص كون انه في عندنا لكلية العلوم قسم اسمه قسم العلوم البيئية، وهذا القسم يعنى بشكل كبير جدا بالحياة البيئية، والملتقى اليوم هو ملتقى حماية الحياة البرية. شعار هذا الملتقى اليوم هو لنسمع لصوت الشباب، أي بمعنى آخر شبابنا طلاب جامعتنا بهذا القسم له دور كبير جدا في إعادة ونسميها إعادة الأعمار في هذه الأزمة، وحماية الحياة البرية في أيضا هذه الأزمة. إجراءات كثيرة اتخذت سابقا في إطار حماية الحياة البرية. أولا تشجيع الجمعيات الأهلية التي تعنى بهذا الشأن، ثانيا تضافر جهود الجهات العلمية والجهات الإدارية وغيرها في هذا الإطار، ثالثا تضافر الجهود بين الوزارات، مثلا بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في إطار إطلاق محميات بيئية للحفاظ على بعض الطيور، وأيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطيور المهاجرة. تصبو هذه الجمعية إلى يعني بشكل بسيط إلى الحفاظ على الحياة البرية في القطر العربي السوري وعلى التنوع الحيوي فيه، بالتعاون مع كافة الشركاء الحكوميين والمنظمات الدولية والإقليمية المهتمة وذات العلاقة. ومنذ تأسيسها بالعام 2003 شاركت بمساهمات عديدة مع مختلف الجهات في هذا المجال. فنحن هدفنا بشكل نهائي أن نحافظ على الحياة البرية في القطر العربي السوري بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة ضمن إطار تشاركي بناء وفعال.